السلام عليكم. قبل ساعة فقط تحدث المبعوث الأممي إلى اليمن أمام مجلس الأمن في إحاطة قدمها من الكويت. قدم ولد الشيخ إحاطته إلى المجلس اليوم بما تحمله من مضامين، قال إنها خارطة طريق للخروج من الأزمة اليمنية والتي سيسلمها للأطراف في المرحلة المقبلة. تشمل هذه الخارطة تسليم السلاح والانسحاب من المدن وتشكيل حكومة وانتخابات، كما تحدث عن إطلاق سراح أسرى ومعتقلين من بينهم الأطفال، وكذا حوار سياسي مرتقب تشارك فيه المرأة والشباب، ومراقبة وطنية ودولية على سير تنفيذ الخارطة. وفي حديثه عن أطراف المشاورات قال ولد الشيخ إنها تعاملت بشكل إيجابي، ولكن لا تزال هناك مخاوف ومحاذير، وأكد تعويله على دعم الأطراف الدولية، كما تطرق إلى الخروقات وجرائم قصف المدنيين من بينها قصف الأسواق الشعبية في تعز. من جهته ألقى سفير بلادنا لدى الأمم المتحدة خالد اليماني كلمة أحاط فيها برسالة الشعب ووضعها بين يدي مجلس الأمن، إذ أكد اليماني انخراط الحكومة بشكل فعال في المشاورات والبحث الجاد في الملفات، وأشار إلى تمرد تحالف الانقلاب على هذه المشاورات والمرجعيات الثلاث، كما شدد على ضرورة أن تشمل خارطة الحل في اليمن الانسحاب وتسليم الأسلحة وإلغاء إجراءات الانقلاب، سواء الإعلان الدستوري أو ما ترتب عليه من قرارات، وكذا عودة الحكومة ومؤسسات الدولة إلى العاصمة. حول إحاطة ولد الشيخ لمجلس الأمن وكلمة السفير اليماني ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ نقاش بعد متابعة هذا التقرير. تقدمت بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عملية لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي. خارطة طريق للسلام في اليمن هي ما كشف عنها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ في إحاطته الشهرية التي قدمها اليوم لمجلس الأمن الدولي. يتضمن هذا التصور إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني. حكومة الوحدة الوطنية التي تحدث عنها المبعوث الأممي تتولى مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يفضي إلى حل شامل، ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور. خارطة الطريق التي كشف عنها المبعوث الأممي لاقت انتقادات كثيرة، فهي لم تكشف عن معرقل التسوية السياسية وخلطت الأوراق بين المختطفين وسجناء لقضايا جنائية. من جانبه تحدث مندوب اليمن لدى مجلس الأمن الدولي خالد اليماني عن جرح اليمنيين أمام العالم، مدافعا عن حقوقهم ومقدراتهم وآمالهم بسلام مستدام. فإن أي دولة ذات سيادة لا يمكن أن تقبل بسيطرة ميليشيات متمردة على مقدراتها وتنتهك سيادتها، فأما استعادة الدولة كاملة السيادة وحكم القانون والمواطنة المتساوية، وأما القبول بالفوضى وحكم العصابات وانتشار فوضى الإرهاب. خارطة السلام بين اليمنيين بحسب اليماني يجب أن تتضمن إسقاط إجراءات الانقلاب. إن خارطة الحل في اليمن ينبغي أن تشمل على العناصر التالية: الانسحاب وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للدولة في جميع محافظات الجمهورية، خروج ميليشيات الحوثي التي تم إلحاقها بكافة المؤسسات الأمنية والعسكرية، إلغاء الإعلان الدستوري وكل الإجراءات التي ترتبت عن ما يسمى باللجنة الثورية، عودة مؤسسات الدولة والحكومة إلى العاصمة لممارسة عملها وتصحيح كافة الاختلالات في الجهاز الإداري للدولة الناتجة عن الانقلاب. لا يبدو أن السلام الذي يتطلع إليه اليمنيون قريبا، إلا أن نهاية الحرب المدمرة وتأسيسا لسلام قادم يجب ألا يكون قائما على إعادة إنتاج سلطة الانقلاب وتمكينها من رقاب اليمنيين ومستقبلهم. إذن أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أرحب بداية بضيفنا في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ ياسين تميمي. مساء الخير أستاذ ياسين، أهلا بك. مساء النور، شكرا جزيلا لك ولمشاهدي قناة بلقيس. حياكم الله أستاذ ياسين. يعني قبل أن ندخل إلى تفاصيل الإحاطة التي قدمها إسماعيل ولد الشيخ، خرج بيان قبل قليل من مجلس الأمن الدولي دعا فيه أطراف الصراع اليمني إلى إبداء المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل ينهي الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من عام.
قال المتحدث باسم أو مندوب فرنسا الدائم في مجلس الأمن وهي رئيسة مجلس الأمن في هذه الفترة، تحدث عن أن أعضاء مجلس الأمن أكدوا اليوم على عدم وجود بديل للحل السياسي في اليمن، ودعوا أطراف الأزمة إلى المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق. وآخر ما أشار إليه رئيس مجلس الأمن، تحدث إلى أن كانت هناك إفادة من المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، تحدث فيها عن خارطة الطريق لحل الأزمة. وأوضح ديلاتر وهو رئيس مجلس الأمن أن أعضاء المجلس اتفقوا على دعوة الأطراف أطراف الأزمة إلى المرونة من أجل تأمين الوصول إلى اتفاق، كما ركزوا على أن أعضاء مجلس الأمن أيضا أعربوا عن بالغ قلقهم إزاء الهجمات الإرهابية التي تشنها الجماعات بداخل اليمن. لنبدأ من هذا البيان أستاذ ياسين، كيف ترى بيان مجلس الأمن وفقا لما كانت إحاطة ولد الشيخ ومداخلة السفير اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن أمام إزاء بيان نمطي لا يقدم جديدا سوى غير ذلك الذي سمعناه اليوم من المبعوث الأممي، ويعني ربما هو أعاد تأطير الموقف الأممي بعد هذه الإحاطة. لكن لو تتبعنا بيانات مجلس الأمن لا تخرج عن هذا الإطار تحديدا، وهو دعوة الأطراف اليمنية إلى إبداء المرونة، التحذير من الوضع الإنساني، وإدانة الأعمال الإرهابية، وهي يعني في أعتقد أنها هي المنافذ التي دائما تأتي منها يعني المؤامرات أو التي يصح أن نسميها مؤامرات تحيط بالأزمة اليمنية وبعملية الانتقال السياسي في اليمن وبتطورات الأحداث في اليمن. لو لاحظنا مثلا في هذا البيان اليوم يتحدث أنه أعرب أعضاء المجلس عن بالغ قلقهم إزاء الهجمات الإرهابية. لو تتبعنا هذه الهجمات الإرهابية لن نجدها أصلا خلال الفترة الماضية، لا توجد هجمات إرهابية سوى تلك الهجمات التي نفذتها ميليشيا الحوثي على مدينة تعز وأدت إلى مقتل العشرات وإصابة العشرات في هذه المدينة وفي شهر رمضان المبارك وقبيل شهر رمضان المبارك. نحن أمام بيان نمطي، لكن أنا أعتقد أنه يؤشر إلى طبيعة الترتيبات التي تنتظر الأزمة اليمنية، وهي ترتيبات ربما يصح أن نسميها طبخة، الطبخة السرية التي نضجت على هامش مشاورة الكويت، بمعنى أن ما نراه اليوم وما رشح اليوم من مما قدمه المبعوث الأممي هو ليس ناتج المشاورة وإنما ناتج طبخة تديرها أطراف دولية نافذة. دعنا نأخذ وجهة نظر حكومية أكثر حول يعني طبيعة مداخلة ولد الشيخ في هذا اليوم. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام سفير البلاد لدى الولايات المتحدة الدكتور أحمد عوض بن مبارك. مساء الخير دكتور. دكتور هل تسمعني؟ نعم تفضل يا مرحبا. أهلا بك دكتور. فيما يتعلق يعني مداخلة أو الإحاطة التي قدمها إسماعيل ولد الشيخ بداخل لمجلس الأمن اليوم، هو قدم خارطة الطريق تحدث عنها، تبدأ بتسليم الأسلحة ومن ثم هناك انسحابات، أنت كيف قرأتها بشكل مجمل؟ أنا أعتقد أنه يعني لم أرى جديد في 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 هذه الإحاطة، هي يعني بالعكس يعني قرأنا ما بين السطور يعني تحدث كثيرا حول تحديات تواجه هذه المفاوضات، يعني تكلم عن إيجابية وتكلم عن حذر وتكلم عن ركود، أشار إلى 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 تحديات رئيسية في الخروقات، تكلم تحديدا على المجزرة التي حصلت في تعز، أشاد بعودة الحكومة رئيس كاملة إلى عدن، وأشاد بالتعاون الخليجي والسعودي تحديدا وخليجي في أكثر من قضية، تحدث حول الدور الإماراتي في عدن وفي الكهرباء. أنا أعتقد حاول أن يطرح كثير من القضايا فيما يتعلق في موضوع المفاوضات تحديدا، هو تكلم عن التحديات اللي تواجهها، وتكلم أن هناك عمليا أن هناك تصور عملي يمكن أن يطرح. أركز في هذا التصور أولا على موضوع الترتيبات الأمنية، وأعتقد هذا أمر نحن كذلك نتفق في الاتجاه العام، نحن نتفق مع هذه الرؤية بأنه لا يمكن لنا أن نتحدث حول أي معالجة أو حل سياسي دون أن يعني نحسم قضية الترتيبات الأمنية بما فيها
سحب السلاح المتوسط والثقيل، الانسحابات، اطلاق الاسرى وغيرها من القضايا التي اوردها زميلي سعاده السفير خالد اليماني في كلمه الحكومه اليمنيه. انا فقط اذكرك واذكر المشاهدين الكرام اننا منذ ان ابتدات هذه المفاوضات ونحن نسمع كثيرا واسربت كثيرا من النسخ او التصورات حول سيناريوهات جاهزه، حول تصورات محدده للحل طوال الفترة الماضية قبل أن تبدأ المشاورات، ونحن نسمع هذا الكلام. بالتأكيد أن الموقف الرسمي للحكومة اليمنية هي مع السلام مستدام، لكنها بالتأكيد لن تقبل بأي صيغة تقود بالنتيجة إلى 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 شرعنة هذا الانقلاب وإكسابه يعني شكل رسمي بمباركة إقليمية ودولية. أعتقد طيب. هذا أمر واضح في موقفنا الرسمي. فيما يتعلق بالخارطة التي تحدث عنها إسماعيل ولد الشيخ، هل ترى الحكومة اليمنية ما يمكنها البناء عليه في ظل ما نراه من تعنت من قبل الطرف الانقلابي؟ أنا أعتقد ما رجح الآن في الحديث الذي يعني قاله يعني الأخ إسماعيل، تكلم في المجمل في العموم، لم يطرح خارطة، هو تكلم عن تركيبات أمنية دون أن يفصل فيها. نحن موقفنا واضح في هذه المسألة، يعني فيما يتعلق بالتركيبات الأمنية قراءتنا وتفسيرنا لها الذي نتوافق والذي يتوافق مع المرجعيات ويتوافق مع النقاط الخمسة لديال ويتوافق مع يعني الأجندة، هو انسحاب، تسليم سلاح، خروج ميليشيات من مؤسسات الدولة، إلغاء الإعلان الدستوري، عودة مؤسسات الدولة، ثم البدء بالجانب السياسي الذي يشمل الحكومة ويشمل استئناف العملية السياسية. هذه الرؤية التي نحن يعني منذ أن ابتدأت المشاورات ونحن يعني حريصين عليها. قدمنا تنازلات في مجال طبيعة مناقشة كل الملفات، لكننا لا يمكن أن نتخيل أن عملية التطبيق أن تتم دون أن تكون هناك يعني خطوات سابقة لعملية الحكومة أو عملية استئناف الحوار السياسي في الملفات الرئيسية، ومنها الموضوع الأهم اللي هو موضوع الدستور. في حاطة إسماعيل تكلم بالمجمل، قد يكون الخلاف بالتفاصيل إذا ما قدمت رؤية لاحقا، يعني بالتأكيد ستكون خاضعة للنقاش، وأهم شيء يجب أن تكون متفقة مع المرجعيات الرئيسية لهذا طيب في هذه النقطة تحديدا. دكتور، في هذه النقطة تحديدا، هل لدى الحكومة اليمنية أو الشرعية اليمنية بشكل عام مخاوف أو شكوك من محاولة ما للالتفاف عن القرار الأممي 2216، وهذا الأمر مطروح بشدة في الأوساط اليمنية؟ أنا أعتقد ما مطلوب من الحكومة اليمنية هو أن تقدم رؤية تتسق مع المرجعيات ومع تضحيات أبناء الشعب اليمني ومع يعني ما تحقق لحد الآن، وفي نفس الوقت هي مسؤولة يعني شرعيا وشرعا وعلى على على أن لا تدخل البلد في أزمة أكبر من هي القائمة الآن. أي سلام غير مستدام يحمل في 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 طياته الجذور تفجر آخر، أعتقد سيكون قضية إشكالية بالنسبة لنا. الأمر ليس مجرد اتفاق، لكن هذا الاتفاق كيف سيتم تطبيقه، هل هو قابل للتطبيق، ما هي تجربتنا السابقة في 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 هكذا أمر طوال يعني فترة تعاملنا مع هذه الميليشيات، سواء أثناء الحوار الوطني أو بعدها في اتفاق السلم والشراكة، اللي بالمناسبة هو حقق ما يطلب الآن. يعني في اتفاق السلم والشراكة نحن ذهبنا إلى حكومة وحدة وطنية وشكلت هذه الحكومة، وكان هذا الأمر على حساب الترتيبات الأمنية التي نطالبها اليوم، وما حصل أنه بعد أشهر تم الانقلاب على هذه الحكومة التي كانت تكنوقراط وبتوافق كل القوى السياسية بما فيها الحوثيين وجناح المخلوع. لذلك أنا أعتقد مهم جدا أن تكون هذه التجربة حاضرة في الذهن، وكذلك يجب أن يكون حاضر في الذهن طبيعة الوضع الاقتصادي الآن الذي يعاني من أبناء شعبنا بسبب يعني العبث بالمال العام الذي والعبث بالتعيينات في مؤسسات الدولة اللي تقومهم لشعب. من جهة أخرى دكتور، يعني هل لا يزال يمثل القرار الأممي 2216 بعد مرور أكثر من حوالي عام تقريبا على إصداره، هل ما زال يمثل النقطة التي تتكئ عليها الشرعية في هذه المفاوضات وتتفاوض معها بداخل الكويت؟
ليس فقط الشرعية، أنا فقط ألفت عنايتك بأنه يعني بعد أن علق فريق المفاوض لقاءاته بعد تراجع الميليشيات عن يعني أو تفسيراتها المغلوطة حول القرار، في اللقاء الذي جمع فخامة الأخ رئيس الجمهورية وبان كيمون وفي ضيافة الأمير سمو الأمير تميم، كانت هناك مذكرة رسمية من قبل الأمم المتحدة تؤكد على 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 مرجعيات الحوار وعلى أطره، وفي المقدمة من هذه المرجعيات هو القرار 2016 بالإضافة لبقية المرجعيات. ففي اللحظة رغم كل هذه التفسيرات الأرضية الصلبة التي تقف عليها الحكومة والتي تؤكدها وتؤيدها يعني مختلف الأطراف الدولية ومظلتها الأمم المتحدة، هي تؤكد على القرار 2016. ليس هناك رغم كل التفسيرات لكن لحد الآن رسميا قانونيا هي هذا هو الإطار الرئيسي للمفاوضات. طيب هو يعني بسؤال أخير دكتور، هو تحدث عن حديث يعني كان تعلق حديثه بتشكيل حكومة وطنية ترعى حوار سياسي يضم المرأة والشباب بعد تسليم الأسلحة والانسحابات، هل هذا يعني كلام مقبول في ظل يعني مؤتمر حوار وطني سابق؟ لا، نحن نعتقد انه يعني كان هناك حوار وطني واجتمعت كل الاطراف وتوافقت كل الاطراف بما فيها الحوثيين وغيرهم، وتم التوافق على مخرجات محدده عكست في مسوده الدستور، شكلت هيئه وطنيه هناك بعض الملاحظات حولها من قبلهم، لكن نعتقد قراءتنا للحوار السياسي هو استئناف الحوار من حيث ما انتهى، وهو مسودة الدستور واستكمال النقاشات المتعلقة في إطار الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار ببغية يعني استكمال المتطلبات اللازمة يعني استيعاب الملاحظات العامة في البوبليك كونسلتيشن المشاورات العامة الجماهيرية حتى يتم إقرار مسودة الدستور من قبل الهيئة الوطنية ثم عرضه للاستفتاء الشعبي. لأنه لا نتخيل أي حل إلا على قاعدة الدستور الجديد الذي يرسي أسس اليمن للاتحاد الجديد. نعم. إذن الدكتور أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن في واشنطن كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن من هناك، شكرا جزيلا لك. وقبل أن نعود إلى الأستاذ ياسين تميمي تنضم إلينا الآن عضو فريق المشاورات الدكتورة نهال العولقي. مساء الخير دكتور. أهلا، مساء النور. أهلا بك دكتورة. يعني في خلال إحاطة ولد الشيخ كان هناك حديث عن خارطة أممية، ما مدى جدية هذه الخارطة التي قدمت لكم، وهل ستكون آلية تنفيذية للقرار 2216 أم أنها وسيلة للالتفاف عليه؟ طبعا هذه الخارطة قدمت قبل فترة، يعني هي لم تقدم قريبا، يعني ربما أكثر من شهر، ولكن تم رفضها في حينها، يعني لأنها لم تكن متلائمة مع أولويات تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وعلى ما أتذكر اعترضنا عليها في حين يوم قدمها إسماعيل ولد الشيخ وعرضها علينا. صحيح ولم يقدمها مكتوبة وإنما قدمها على شاشة، ونحن اعترض عليها وفد الحكومة اليمنية، ورغم ذلك حاول الأستاذ إسماعيل حاول في خلال جولات المتلاحقة أن يعني يحصل على أكبر قدر من التفاهم والتجاوب بشأن النقاط التي وردت في تلك الخارطة. وفي كل مرة وفي كل جولة كنا نحن نبين بوضوح موقف الحكومة اليمنية، أننا وفد أتينا لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الذي ينص على تراتبية واضحة وعلى أولويات. الأولى هي إنهاء الإنقلاب وإزالة كل أسبابه ومظاهره، ومن ثم يأتي الحديث عن العمل السياسي أو عن الحوار السياسي من أجل استكمال تنفيذ ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية. وهذا موقفنا واضح ودائما ما نحن يعني نبينه في كل جولات للأخ إسماعيل، ولكن تفاجأنا اليوم بالإحاطة بأنه يطرح هذا المشروع وكأنه لأول مرة يتم طرحه أو طرحه يعني في اليومين الأخيرين قبل الإحاطة، وأن هذا المقترح قد لقي تجاوب من قبل الوفدين.
وهذا أمر عار عن الصحة وبعيد عن الحقيقة. طيب أنت تحدثتي عن خريطة سابقة، كيف كانت يعني كيف كان تعامل أو استجابة تحالف الانقلاب لهذه الخريطة، وأيضا يعني تفاعل إسماعيل ولد الشيخ أو المبعوث الأممي مع الملاحظات التي أبديتوها عليه؟ طبعا هو قدم عدة يعني خطط، تقريبا ثلاث مخططات للحل. كانت الأولى منها، أول مخطط قدمه كان هو الأقرب تقريبا إلى مقتضيات قرار مجلس الأمن 216 وما لحقه من خطط أو خارطات، كانت في الحقيقة بعيد يعني تبعد كثيرا عن مقتضيات ومتطلبات هذا القرار وما رسمه من خارطة للحل في اليمن. ونحن كما قلت لك يعني أبدينا تحفظ واضح يعني بشأن خاصة هذه الخارطة الأخيرة التي تحدث عنها اليوم في الإحاطة، يعني كان موقف الوفد الحكومي واضح بشأنها أنها ليس لها علاقة بقرار مجلس الأمن وتبتعد عنه كثيرا، وأننا أتينا في البداية كما قلت لتنفيذ الفقرة نعم. الأولى من القرار وهي إزالة الانقلاب بكل مظاهره وأسبابه، ومن ثم يأتي الحديث عن ترتيبات سياسية قادمة لاستكمال المرحلة. طيب أستاذ بسؤال أخير دكتورة، يعني ما مدى الضغط نعم. الدولي على الحكومة اليمنية لتنفيذ ما يراه ولد الشيخ مناسبا في هذه المشاورات؟ طبعا نحن نعرف أن الأمم المتحدة هي تنظر للحل في اليمن بأنه حل من ثلاث زوايا، هناك الزاوية العسكرية والأمنية والزاوية السياسية والزاوية الإنسانية، وهي من وجهة نظرهم أن هذا الحل يعني الثلاثي الأضلاع يجب أن يكون مترابط ويعني الأضلاع كلها مقترنة ببعضها وتنفذ بشكل متزامن سواء من حيث النقاش أو من حيث التنفيذ. هذه وجهة نظر الأمم المتحدة، ودائما ما يعني يفصح عنها إسماعيل ولد الشيخ، ونحن مختلفون طبعا في هذا الأمر، وصوتنا واضح نوصله دائما للدول الراعية وللأمم المتحدة لأنه لا يمكن أن نسير في خط متوازي ما بين العمل القضية العسكرية المتعلقة بالانسحابات وتسليم السلاح ويعني حفظ الأمن في المناطق التي سيتم الانسحاب منها وتطبيع الحياة العامة فيها وعودة مؤسسات الدولة والحكومة الشرعية إلى صنعاء، وما بين الحديث عن يعني ترتيبات سياسية ومؤسسات سياسية جديدة كحكومة وحدة وطنية أو غير ذلك. فهنا هذه العمليتين منفصلتين، الأولى تأتي لإنهاء الانقلاب ونحن نصر على ذلك، ومن ثم يكون الحديث في ظل الوضع الطبيعي بعد العودة إلى الحالة الاعتيادية، يأتي الحديث عن أي ترتيبات سياسية عندما الحوثيون يلقون بالسلاح ويتحولون إلى قوة سياسية شأنها شأن باقي الأطراف السياسية في اليمن. هنا سيكون الحوار معهم مفتوح وممكن الاتفاق على أي ترتيبات قادمة، يعني في هذا الأمر ليس هناك من محظور، ولكن الخلط والمزاوجة بين الموضوع معا هذا يعني يخلط الأوراق ويبعدنا كثيرا عن قرار مجلس الأمن، وبالتالي لن يؤدي إلى حل توافق. إذن عضو فريق المشاورات الحكومي في مشاورات الكويت الدكتورة نهال العولقي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود إلى أستاذ ياسين تميم والمعذرة على الإطالة أستاذ ياسين، كانت هناك أكثر من نقطة في مداخلتي سفير خالد اليمني وكذلك الدكتورة نهال، هل من نقاط على هذه المداخلتين؟ الدكتور أحمد عوض من مبارك سفيرنا في واشنطن، طبعا هو ربما ذهب السفير أحمد عوض من مبارك إلى مباركة ما تم طرحه لجهة أنه فهم مما طرحه المبعوث الأممي أن هناك مقاربة لقرار مجلس الأمن، أنه بدأ بالترتيبات الأمنية، لكن الإشكالية هنا لكن ما قالته الوزيرة نهال طبعا يقدم الصورة الحقيقية، وهو أن المبعوث الأممي بدأ يتجاوز الآن الموقف الحكومي وبدأ يقوم بعملية لي ذراع للموقف الحكومي ويبتز الموقف الحكومي، بدليل أنه طرح تصورا
للوفد الحكومي ملاحظات عليه، يعني غير مقبول بالنسبة نحن أمام إشكالية حقيقية اليوم وأمام نوايا صريحة وواضحة لتأسيس شرعية سياسية جديدة والبعد في مرحلة حوار جديد مختلف على كل شيء تقريبا. وهذا يعني بكل بساطة هو تقويض كل المرجعيات والاتفاقات السابقة، و حتى قرار مجلس الأمن يعني عندما يذهب المبعوث الأممي ويطرح بكل وضوح أمام أعضاء مجلس الأمن بأنه اليوم هناك تدور نقاشات حول التزمين، إذا لم تكن الأمم المتحدة مؤمنة بضرورة تنفيذ قرارها رقم 2216 الذي يهيئ الأرضية السياسية لمواصلة العملية السياسية وللحوار بين الأطراف اليمنية، فهذا يعني أنها تتآمر على اليمن ولا ترغب في تأسيس سلام حقيقي في اليمن، لأنه إذا أصرت على تشكيل حكومة شراكة وطنية كما تسميها فهذا لا يعني سوى أنها تجرد الطرف الحكومي والطيف الواسع من أبناء الشعب اليمني الذين يقفون خلف هذه الحكومة من ورقة أساسية وهي المشروعية، وتؤسس لمشروعية سياسية جديدة طبعا الذي يهيمن عليها هو الذي يسيطر على أكبر قدر من الإمكانيات والمقدرات العسكرية وعلى مؤسسة الدولة. بالتأكيد لا توجد أي ضمانة حقيقية بأنه في حال وجود أي تراخي في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 أن هناك قوة أخرى، خصوصا إذا حيد التحالف العربي. طبعا لم يشر المبعوث الأممي إلى أي دور للتحالف العربي خلال إحاطته لمجلس الأمن، وربما لأن المبادرة لم تعرض بتفاصيلها كاملة، لكن خطورة هو أنه ذكر وركز بشكل أساسي على حكومة الشراكة الوطنية، وحكومة الشراكة الوطنية هذه لا تعني سوى إنهاء دور الرئيس عبد الرب منصور هادي كمرجعية سياسية عليا، إنهاء دور الحكومة كمرجعية سياسية إلى جانب الرئيس هادي، وبالتالي الحديث هنا عن حكومة شراكة لا تستطيع أن يعني هنا هذه حكومة الشراكة التي ستأتي لاحقا لن تكون معنية ولا متحمسة أصلا لتنفيذ قرار مجلس الأمن. أيوة. وبالتالي سيدخل اليمنيون جميعا في جولة جديدة من الحوار متحررين من كل تبعات المرحلة السابقة، من المسؤولية عن الدماء التي سالت، من المسؤولية عن جريمة إجهاض التحول السياسي في البلاد وتعطيل الشعب اليمني وتشريده وإفساد اقتصاده، وبالتالي نحن أمام جريمة حقيقية تتم اليوم بتغطية من الأمم المتحدة وبضغط مباشر من الأطراف الغربية التي تقف خلف الأمم المتحدة. عندما يقول المبعوث الأممي أنه عارض مبادرته يعني رؤيته هذه، هي ليست رؤيته في حقيقة الأمر، وإنما رؤية السفراء الغربيين الرئيسيين الذين يعني دائما يقفون إلى جانبه في الكويت. وكما قالت الوزيرة نهال، هذه الرؤية ليست وليدة اليوم وإنما عمرها حوالي 3 أشهر، ويعني أنا وغيري قد علموا في السابق أن هناك طبخة من هذا النوع وأن هناك ضغوطا غربية حقيقية لحمل الحكومة على القبول بتشكيل حكومة شراكة، وقالوا للحكومة إذا كنتم متخوفون من مسألة عدم تنفيذ القرار 2216 فنحن مستعدين لتقديم ضمانات بأن هذه الحكومة لن تقوم بأي دور ولن تمارس صلاحياتها الدستورية إلا بعد تنفيذ هذه القرارات. واضح أنه جر حقيقي ومقصود، وعن سابق إصرار ترصد جر الحكومة هذه للتنازل عن صلاحياتها والتنازل عن الورقة الأساسية والرابحة التي بيدها، وهنا تكمن الخطورة. طيب يعني ما تتفضل به ربما يفوق في خطورته عدم إدانة ولد الشيخ أو يعني إيضاحه للمجتمع الدولي بشكل واضح من هو المتسبب بعرقلة المشاورات إلى هذا الوقت. لماذا لم يفصح ولد الشيخ في هذه الإحاطة عن من يتسبب في هذه العرقلة؟ طبعا ولد الشيخ كدبلوماسي ووسيط وممثل الأمم المتحدة يتبنى القاموس والمفردات والمفاهيم نفسها التي تعتمدها الأمم المتحدة، وهي أنها ترى القاتل والضحية أطراف في صراع طبعا لا مسؤولية أخلاقية ولا سياسية حصرية على طرف دون آخر، وبالتالي هو سيستمر في استخدام هذا النوع من المفردات واللغة العائمة والحديث حتى عندما تحدث عن الانتهاك الخطير الذي سموه انتهاكا خطيرا في تعز لم يشر إلى الحوثيين أبدا، لكن عندما تعلق الأمر بإطلاق سراح القتلة وقطاع الطرق والمجرمين والإرهابيين من أورد إحصائية كبيرة أعتقد حتى الحوثيين أنفسهم لم يعلنوا عنها، وقال أن أنصار الله أطلقوا سراح 500،
يعني تبنى وجهة نظر أنصار الله وقدمهم وغسل سمعتهم وقدمهم كطرف متجاوب، لكنه عندما تحدث عن جريمة القتل المروعة التي حدثت في تعز أوردها مبنية للمجهول. هنا لا أستطيع أن أفهم، حتى هذا لا يتعلق بالحياد، وأعتقد أنه لا يتعلق بنزاهة الدور الذي يقوم به عندما تكون الأمور واضحة ويقول أنه الطرف الفلاني ارتكب جريمة ونحن ندعوه إلى الكف عن مثل هذه الممارسات. على الرغم من أن بيان المفوضية السامية كان واضحا في بيان المفوضية السامية كان واضحا، وأعتقد أنه أيضا جاء نوع من غسل السمعة، وهذا البيان الذي صدر عن المفوضية السامية صدر عن باسم المتحدثة باسمها، لكن عندما تعلق الأمر بخطأ هامش ارتكبه التحالف العربي تبنى مباشرة رئيس المفوضية نفسه رعد الحسن البيان وأدان هذا الخطأ، وخلال يوم فقط أرسلوا فريق للتحقيق وتبنوا الأرقام التي صدرت عن الحوثيين وعن هذه العصابة الطائفية، لكن عندما تعلق الأمر بتعز قالوا أن هناك يعني هجوم حدث ما بين كذا إلى كذا وأطروه زمنيا وحجموه وأظهروه اعتداء قليل الشان، وكل ما في الأمر أنهم فقط أرادوا أن يثبتوا أن لدى هذه المنظمة مصداقية. طيب فيما يتعلق في نقطة إطلاق سراح المعتقلين والأسرى، يعني هل يواري ولد الشيخ عن الوعد السابق الذي أطلق بإطلاق 50% من الأسرى قبل أو من المختطفين قبل شهر رمضان، وفيما تم هو إطلاق مجموعة من القتلة ويعني المجرمين كما شاهدنا في يعني الأيام الماضية، هل اعترف بشكل غير مباشر ولد الشيخ بفشله في هذه النقطة؟ نعم، هو قال هكذا عندما أشار إلى عملية إطلاق السراح، أراد أن يقدمها أولا كإنجاز محسوب عليه، قال إننا طالبت بإطلاق سراح الأطفال وتم إطلاق سراح 52 وقد رحبت بهذه المبادرة من قبل الحكومة اليمنية التي أظهرها وكأنها تعتقل الأطفال، بينما كان عليه أن يقول للمقاتلين الحوثيين أو المقاتلين الذين زج بهم أنصار الله إلى ساحة المعارك فوقعوا في قبضة الحكومة وعملوا معاملة كريمة، لكن أظهر الحكومة كما لو كانت سجان آخر كما هم الحوثيون سجانون أيضا، وبالتالي أظهر يعني هذه الذرة الرماد على العيون الذي تم خلال الفترة الماضية وتم بطريقة طبعا مستفزة جدا، لأن الحوثيون عندما أطلقوا القتلى والمأجورين وقطاع الطرق أرادوا أن يقنعوا العالم بأنهم تجاوبوا مع الأمم المتحدة وقاموا بما عليهم، ومع ذلك بعد أن سرد هذه الأرقام قال أنه لا يتعين الذهاب بعيدا وإطلاق سراح الشخصيات التي نص عليهم قرار مجلس الأمن، لكن على سبيل التمني، وأنا في تقديري أن المبعوث الأمم المتحدة تخلى عن أوجب واجباته وهي المهام الشق الإنساني الذي لا يجب أن يبقى ورقة للمساومة السياسية، وهؤلاء والمتعلق بالذين اعتقلوا وغيبوا قسريا وظلما وعدوانا من قبل ميليشيا الحوثي، كان عليه أن يدعم الضغوط التي تمارس باتجاه إطلاق سراح هؤلاء وعدم تركهم ورقة بيد الحوثيين أو حتى موضوعا للنقاش في إطار مفاوضات سياسية، لأن الذين تم اعتقالهم هم رموز الكلمة والتعبير الحر، وبالتالي عندما يخضع هؤلاء للاعتقال فيجب أن يكرموا وأن يعاملوا معاملة منفصلة ولا يصبحوا ورقة سياسية بيد هذا الطرف أو ذاك. طيب نحن تطرقنا لحديثي عن تشكيل الحكومة التي كما تفضلت أنت قد تأتي بمرجعية أو تنسف كل المرجعيات السابقة، ليست معتمدة على قرار أممي ولا تعترف به، لكن تحدث كذلك ولد الشيخ عن حوار سياسي يضم المرأة والشباب ترعاه هذه الحكومة بعد تسليم الأسلحة والانسحابات، يعني هذه النقطة كيف يمكن فهمها؟ ما المطلوب منه؟ هنا الخطورة، المبعوث الأممي يقول لنا أيها اليمنيون سنعيدكم إلى نقطة الصفر، يعني سنأتي بمرجعية سياسية لا شكل لها ولا لون، هذه المرجعية السياسية ليست هناك أي ضمانات من أن تكون فعلا بيد العصابة الانقلابية وأن تكون إعادة تموضع لهذه العصابة الانقلابية لكي تصبح هذه العصابة الانقلابية مرجعية سياسية لحوار يعني جديد منفصل بمرجعية مختلفة بقضايا مختلفة بأجندة مختلفة.
قد يمثل حوارا مضادا على الرغم للحوار السابق لمؤتمر الحوار السابق، وقال فيما قال لكي يظهر أن المسألة سيكون فيه استكمال للعملية السياسية، وقال سينظر الحوار فيما ينظر في صيغة الدستور، بمعنى أنه الدستور اليوم نحن أمام صيغة مكتملة يعني لا ينقصها سوى العرض على الاستفتاء بموجب اتفاق الحوار الوطني أو مخرجات الحوار الوطني. اليوم هذه المسودة ستعرض للنقاش من الصفر أيضا، وسيتعين على الأطراف أن يتناقشوا وأن يتحاوروا وأن يختلفوا طوال فترة لا يمكن التكهن بمدتها لكي يصلوا إلى صيغة مناسبة للدستور. وهذا يعني أنه إذا لم تصل هذه الأطراف إلى صيغة مناسبة أو إلى اتفاق واضح، فبإمكان الطرف الأقوى أن ينقلب على كل شيء، وبالتالي لن نجد أي ضمانات غير هذه الضمانات التي يعني تقع اليوم بيد الحكومة، وهي القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، مخرجات الحوار الوطني، الشرعية الدستورية. كل هذه ستفقد دفعة واحدة، وبالتالي عند هذا الحوار لن ينتهي. طبعا لا توجد أي ضمانات. هو قال أن هناك هو أشار ضمن عرضه وإحاطته أنه ستكون في ضمانات دولية ومحلية. هذه نوع من 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 الألفاظ الفضفاضة التي شاهدناها أيوة في أيوة والمفاهيم الفضفاضة التي لا يمكن الإمساك بها أبدا، وبالتالي سيذهب الناس إلى حوار على كل شيء ابتداء من نقطة يعني انطلاقا من نقطة الصفر، وبالتالي لا توجد ضمانات بأن الأطراف اليمنية ستصل إلى حل. هنا يحتكم اليمنيون للسلاح، فالذي بيده سلاح أقوى هو الذي سيحسم، وبالتالي انتهى كل شيء. وأنا أعتقد أنه هذا هو المخطط. أعتقد أن بعض السفراء الغربيين والأمم المتحدة يدفعون باتجاه التخلص من الرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومته ومن مرجعيتهم السياسية، وهذا هو المغزى الحقيقي للمبادرة أو الرؤية التي طرحها المبعوث الأممي هذا اليوم. طيب دعنا نشرك في النقاش أستاذ ياسين الناشطة الحقوقية الأستاذة لطيفة علي معنا عبر الهاتف من أمريكا. مساء الخير أستاذة لطيفة. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك. لربما تابعتي الإحاطة التي قدمها إسماعيل ولد الشيخ من الكويت لمجلس الأمن، وكانت هناك كلمة للسفير خالد اليماني كذلك ألقيت اليوم. كيف تابعتي كلمة السفير خالد اليماني بعد الإحاطة التي قدمها ولد الشيخ؟ في بداية الأمر حابة أشير إلى أنه وكأن اليمنيين أمام طبخة أممية تسوق لفشلها في اليمن، وكذلك تكشف عن عطب ضميرها الذي يعكس مكونات الدول ومصالحها للتحكم بالقرار الدولي عبر هذه الهيئة الدولية المفرغة المضمون والراعي المصالح النسور فيها. اليمنيين كانوا بصدد آمال أنه هناك قرار دولي صادر عنها ومثل القرار 2016 والتي الآن يتم تجاوزها عبر وفراغها من كل المرجعيات الوطنية التي أجمع عليها اليمنيين. هذه المرجعيات كانت أمل كبير لليمنيين، لكن أن يتم تجاوزها ويتم تجاوز كل تضحيات الإنسانية من الدماء والأموال وأموال الشعب التي قدمها اليمنيين. فشل ولد الشيخ هو القرارات الصادرة والحاطة اللي قدمت اليوم هي تقريبا تسويق لولد الشيخ وفشله وإنقاذ المصالح الدول الكبرى بعيدة عن مصالح الشعب اليمني. فماذا يعني مثلا فرض حكومة يمنية توافقية على اليمنيين وقد كانت هناك أصلا حكومة انقلاب فرضها الحوثيين وصالح برئاسة خالد بحاح؟ هذا ما أردت الأشير إليه في البداية. إنما كلمة السفير اليماني في الأمم المتحدة هي معبر عن كل اليمنيين، كانت تعبير عن إرادة اليمنيين في النقاط المتمثلة في النقاط الخمس التي أشار إليها، وهي الانسحاب من المدن، تسليم مؤسسات الدولة، عودة الحكومة الشرعية إلى البلد. أعتقد أن الكلمة كانت موفقة جدا وكانت معبرة عننا ككل اليمنيين. طيب يعني الآن هناك تعاطي من مجلس الأمن بشأن الملف اليمني، هل يمكن الحديث على نوع من التراخي من قبل مجلس الأمن؟ يعني ما هو هذا الموقف من قبل مجلس الأمن الذي يصدر قرارات ثم لا يضغط على الانقلابيين لتنفيذها؟ واضح جدا أن هذه الخريطة الطريق ولد الشيخ والتي هي معبر عن الهيئة الدولية أن هنا تراخي كثير، تراخي كبير جدا في تعبير عن إرادة الشعوب. الشعوب كون الدولة اليمنية واقعة تحت حرب، واقعة تحت
سلطة أمر واقع، هي سلطة انقلاب، ثم يأتي القرار الدولي 16-22-16 يعبر عن متطلبات الشعب اليمني، ثم ينقلب عليها الهيئة الأممية بذاتها خضوعا للدول المسيطرة على القرار الأممي. بالتأكيد أن هذا شيء غريب ومشبوه، والدور مشبوه للأمم المتحدة. طيب هناك يعني محاولة من مجلس الأمن للحديث عن ورقة الإرهاب بداخل اليمن، هناك حديث عن جماعات إرهابية فيما يتم التغاضي عن الجماعة الإنقلابية التي يعني تسببت في إرباك الأمن بداخل اليمن. ما الذي تريده يعني الدول الكبرى ومجلس الأمن من بعدها في هذه النقطة، خاصة عندما نشاهد تركيز من قبل الانقلابيين على هذه الذهنية، الصورة الذهنية الموجودة لدى مجلس الأمن؟ وهذا الذي نقوله تماما، أن الأمم المتحدة تمنح الانقلابيين مسوغ، وهو أن هناك إرهاب في داخل اليمن، بينما الجماعة الحوثية جماعة إرهابية في معظم الدول العربية ومعظم العالم ينظر إليها كجماعة إرهابية، بينما الدور الأممي يخرجها من هذا النطاق ويشرع لوجودها من خلال الانقلاب عليها في خارطة الطريق التي يسوغ لها الآن الموفد الأممي ولد الشيخ. هذا هو تعبير عن إرادة الدول المهيمنة، دول النسور كالولايات المتحدة الأمريكية، لتنظر إلى اليمن مجرد بوابة لحماية الولايات المتحدة من الضربات الإرهابية التي كانت موجودة القاعدة. القاعدة هي موجودة في اليمن كما هي موجودة في العالم كله، ولن يحميها جماعة إرهابية أخرى، ولن تغطي على وجودها جماعة إرهابية أخرى كجماعة الإرهابيين الحوثية بتحالف مع صالح. نعم. إذا ناشطة الحقوقية الأستاذة لطيفة علي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك، شكرا جزيلا لك. يعود الأستاذ ياسين هنا. أستاذ ياسين، هل تمكن السفير اليمني من تقديم كلمة أوجزت تفاصيل المشهد بداخل اليمن وأوصلت رسالة الشعب كما وصفت هذه الكلمة؟ بالتأكيد، طبعا السفير اليمني أعاد تلخيص موقف الحكومة اليمنية، وكان هنا يرد بطريقة دبلوماسية. طبعا الكلمة هي معدة سلفا، وهذا يعني أن السفير اليمني كان على علم بطبيعة ومحتوى المبادرة، تعامل بدبلوماسية عالية، لكنه عبر يعني بكل قوة وصراحة ووضوح عن موقف الحكومة. الحكومة حريصة كما قال على يعني المبادرة كما يفهمها، أو الحل أو خارطة الطريق التي تفهمها الحكومة تشمل الانسحاب وتسليم السلاح وخروج الميليشيات من المؤسسات، لأنه جرى اليوم تلغيم المؤسسات بمئات بل بآلاف من عناصر الميليشيا، سواء في الأجهزة العسكرية أو المدنية أو الأمنية. يعني إلغاء الإعلان الدستوري وعودة الحكومة إلى صنعاء، هذه هي خارطة الطريق التي تفهمها الحكومة، التي يمكن أن تقبلها الحكومة من طرف واحد. أعاد التأكيد على أن الحكومة قدمت تنازلات كبيرة في الكويت، وتعاملت وتعاطت بمسؤولية مع ما يطرحه مبعوث الأمم المتحدة، وبالتالي نحن اليوم أمام رؤيتين متناقضتين. هي رؤية مراوغة التي قدمها اليوم مبعوث الأمم المتحدة، والتي تشكل مقاربة لما يريده الانقلابيون، وهو إعادة تموضعهم في المشهد السياسي عبر مبادرة أممية وعبر مبادرة يبصم عليها الجميع ويقع عليها الجميع، وما بين رؤية الحكومة التي ترى بأن أي خارطة طريق لا تستند بشكل واضح على قرار مجلس الأمن رقم 2016 لن تكتب لها النجاح. نحن اليوم أمام اختبار حقيقي لإرادة الحكومة ومدى صمودها أمام هذه الضغوطات التي تمارس من قبل الأمم المتحدة. كان من الواضح أن وهذا ما عبرت عنه طبعا الوزيرة نهال عندما قالت بأن المبعوث الأممي طرح في إحاطته أفكارا أو رؤية سبقة للمفاد الحكومي أن رفضها، لا وادعى فوق هذا أن هذه الرؤية حظيت بقبول من الطرفين، لكن هناك فقط خلاف حول مسألة التزمين، وبالتالي نحن أمام محاولة أممية ومن قبل الدول الكبرى لفرض تصور خاص للحل يريد أن يعيد الحوثيين والانقلابيين إلى المشهد ويعفيهم من مسؤوليات المرحلة الماضية وجرائم المرحلة الماضية. طيب كل الجرائم التي لا زالوا يرتكبوها حتى اليوم، ويبدو أنهم مستمرين في هذه الجرائم على كل حال. طيب هو تحدث عن نقطة متعلقة، السفير خالد اليماني أقصد، تحدث عن نقطة أن هناك علاقة ما بين الانقلاب والجماعات الإرهابية، وتحدث عن أن الانقلاب أطلق سراح 52 من عناصر القاعدة. ما الذي نفهمه من هذه من ما يقوله السفير اليماني، أو
تطرقه لهذه النقطة بخلال مداخلتك. هو طبعا يلامس نقطة الضعف طبعا التي يركز عليها مجلس الأمن والمجتمع الدولي فيما يتعلق بالوضع في اليمن. عندما يجري تقييم الوضع في اليمن من زاويتين رئيسيتين، الزاوية الأولى هي زاوية النشاط الإرهابي، نشاط القاعدة وداعش كما يسمونهم، والوضع الإنساني المتردي. طبعا الوضع الإنساني المتردي، المساهم الأكبر في الوضع الإنساني المتردي هم الحوثيون، والمساهم الأكبر في تفاقم ظاهرة الإرهاب هم الحوثيون والمخلوع صالح، وليس فقط من خلال تغييب دور الدولة، لا، بل هناك تنسيق حقيقي قائم بين الجماعات الإرهابية وما بين الانقلابيين. وقد عرفنا كيف تم تسليم المكلة وكيف تم استلامها، كان هذا أمر يعني لافت للأنظار. في المرحلة الأخيرة طبعا ضمن مجموعة الذين تم إطلاق سراحهم كان منهم يعني عناصر متهمة بانتمائها أو بالنشاط الإرهابي، وتم إطلاقهم طبعا من سجون الأمن القومي كما كشف عن ذلك سفير اليمن لدى الأمم المتحدة. نحن أمام تنسيق حقيقي وأمام تكامل في الأدوار بين هذه المنظمات الإرهابية كلها، سواء القاعدة أو داعش أو الحوثيين والعناصر المنفلتة التابعة للمخلوع صالح وأجهزته القديمة. كل هذه العناصر تشكل منظومة الإرهاب في اليمن، لكن مشكلتنا في حقيقة الأمر ليس مع الإرهاب النموذجي الذي تسوقه أمريكا والتي تحاربه أمريكا. في حقيقة الأمر عندما تسيطر القاعدة على المكلة ثم تتحرك وحدة أو وحدتين عسكريتين باتجاه المكلة وينتهي تنظيم القاعدة وتستعيد الدولة سيطرتها على المكلة، فهذا يعني أنه المشكلة ليست مع الإرهاب ولا مع القاعدة، مشكلتنا مع الجماعة الإرهابية الأساسية التي سيطرت على مؤسسة الدولة وقوضت الدولة وشردت اليمنيين وأدخلت البلد في حرب أهلية دامية. لا أعتقد أن الغرب معني بالدماء التي تسال في اليمن، هو معني فقط بتصوره الخاص لإدارة الصراع في منطقتنا. إذن أشكرك أستاذ ياسين التميمي، المحلل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في حلقة اليوم من المساء اليمني. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحليلي. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.